السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نهدي لكم وصفة مجربة لحرقة المعدة، بحول الله إن شاء الله تنفعكم كما نفعتنا نحنا. لك اللي يحس بمعدته توجع فيه بعد لا يأكل، ولا مثلا يطلع له وقت تطلعك الزيوت وتطلع تبدأ تحرق فيه. عندي وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها من الدار. للمكونات متاع الوصفة يبدأ عنا روز أبيض، يبدأ ملحي ومغربل كيف هذاي، وقشرة الرمان. قشرة الرمان الناس كل تعرفها، تشيحوها في الموسم متاعها وترحوها وتغربلوها. وعنا حليب، حليب عادي. كي تحس بروحك متقلق ولا تحس مثلا معدتك ولت تعمللك فك الحرق متاعها، تعمل كويسة حليب يبدأ بارد مش سخون. ونحطه فيه مغرفة روز مرحي، ونحطه فيه شوية رمان مرحي. الرمان ما نكثروش خاطر هو مر ياسر، ماذا بينا الروز مغرفة كبيرة والرمان المرحي مغرفة صغيرة. ونحركه مليح، الدواء هذايا مجرب وسريع، يعني في اللحظة تحس بروحك تفرهد. نحركوه مليح ونصملوا بسم الله ونشربوه، وان شاء الله ينفعكم ويشفيكم. ونتمنى كان تبارطاجوه الفيديو هذايا باش يعم الفائدة، باش تشوفوا اكثر ناس ممكن وتبدا تعاني من حرقة المعدة. ان شاء الله ينفعهم، راهو مجرب بحول الله. إلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.